اللي قولي لي صحيح يا اما لو عايزين حد يمشي كده على طول ونقول له خش خش كده نقول له ايه بالظبط يعني؟ نقول له يا عبيط يا ابن الهبله العب يا روح امك. ايه رايك؟ لو قلنا بنتكلم يعني عايزين يمشي كده ونقول له خش كده نقول له نقول له خش لمين؟ خش ايه؟ لمين؟ لمين؟ هو ده هو ده الفيروس اللي انت لطتينا بيه. ماشي ما انت شبهتينا بكده. يلا معلش يلا العب وريني. لمين؟ وريني جدعنتك. هو ماله الزهر معاند معايا ليه كده؟ معاند؟ ما انت عشان بص انت بتمسك الزهر وايدك ناشفه عليه كده هيتحرك ازاي؟ لازم تبقى واد حنين كده. بص الله الله لو انها ايوه وريني يا حنين اهو. انت كل مره تتغلب لها وتقول الكلمتين دول. هو ايه اللي يتغلب لها ده؟ اسم الله ده انا مقطعها حتت حتت اهو. يا مقطعني انت يا لمين؟ يا مجرستها. هو انت كده صالحت كمال يا حسن؟ الحمد لله صالحتها بعد ما جبت لها. ايه؟ جبت لها ايه؟ الكلمة وقفت في زورك ليه؟ جبت لها ايه؟ ياما الدخلة الحلوة بتاعت الفكهاني دي اللي هي 5 كيلو موز على 5 كيلو برتقان، بس جبت لها بقى البرتقاني اللي هو قد البطيخ ده. يا ولا في برتقان في الدنيا قد البطيخ؟ ياما برتقان الصوب اللي بيتنفخ ده. والنبي ما حد اتنفخ غيري، العب. يعني هي كده كاميليا رجعت البيت خلاص؟ راحت تجيب هدومها من بيت امها والنهارده هتبات في البيت. اديك قلتها. امها هي امها السبب في كل حاجة. ايوه بتبخ السم فدان البيت. ايوه لولاها كانت البيت مشيت عادل. عارف عامله زي مين؟ مين؟ لو قلت لك هتضحك. لو النبي مين؟ مين؟ اوعى تقول ام لبنى. هي وضحى كنت عارف ان كانت تقول ام لبنى. ام لبنى دي لو خدت بالك يا ندى وكل حاجه. اقول لك حاجه. البيت بنتها كبيره داخله خارجه يا عيني شايله ومحمله وهي ابدا مش طايقه جوزها يا عيني. سالتها ليه؟ قالت لي يمكن اجوزها احسن منه. طماعه صراحه صراحه يا دي ام لبنى. ماما اللي انت حشرها لنا في كل حاجه دي. انت مالك انت تدخلي ليه؟ انا وابني بنفك في الكلام مع بعضينا. مالك انت؟ يلا طير انت سيبيني مع امك شويه العب معاها. طب ما تخلعي بقى يلا. طب تصدقوا ان انا غلطانه؟ ما تاكلهاش من الكيك ده عشان السكر. يسلم عليك يا اختي يسلم عشان السكر. اكلك من الكيك واللي انت عايزه يا غالي. طيب يلا هقول لك حاجه ثانيه. ايه قولي قولي لي طلعي لي جواك مخبيه ايه؟ انا غلبتك وانت مش واخد بالك. انت غفلتيني ام لوبه بلوبه ولا بحب انا الفرص دي. اللي قولي لي يا ام سعيد انا مش عارف الطالع والنازل من ام لوبه. الست دي مردعاني مره احبها ومره ابقى مغلول منها. ما تحددي موقفكم مع بعض عشان اعرف يعني احبها ولا هي من الاعداء. مش عارفه احدد بالظبط يا ابني. اديني فرصه افكر. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.